كونت اس تي بي لاجونس فرع لحبيب ثامر، رقم الحساب البنكي لوزارة الخارجية، يعني هو أليمونتي من المال من مال الشعب. مع الرقم نتاعو 1000000000 دونك 8054647883A. الكونت هذايا تصبوا فيه مليون دولار، شيك هذايا سك بنكي من وزارة التجارة الصينية، تصب بتاريخ 18 جويلية 2012، رقم الديكلاراسيون لو نيميرو دو ديكلاراسيون دو فيريفيكاسيون نتاع الشيك هذايا هو 11/10/01/207/18A165. وال دونك المبلغ الاولي هو نتاع الشيك كان بالين الصيني 6,384,400 ين، ومن بعد البنك بعثت معناها طالب النظير الصيني باش يعطيها لو تو دو شانج. غوزمون عامله يا شوسي، دونك هذوما حكايات زاده نفهم فيهم بالكدا. دونك لو تو دو شانج، واجابت اجابه البنك الصيني بان التو دو شانج معناها عطاو الرقم، وعاد قالوا لهم صبوا له المقابل نتاع مليون دولار امريكي. هذوما تصبوا في الكونت نتاع الاس تي بي اللي عطيت الرقم نتاعو من وزارة التجارة الصينية، يعني من دولة لدولة. المعلومات اللي عندي اللي جاية من وزارة المالية اونتخ اوتخ، البنك المركزي، البنوك، معناها كي نقول عملت انفستيغاسيون باش نفادلك. تقول اللي الفلوس هذوما تتصب نورمالمون في خزينة الدولة، يعني هي تمشي طول معناها ديريكتومون للبودجي، ومن بعد البودجي هو يبعثها واحد. دونك صارت اون اوبيراسيون دو دو موان كو لون بيس دير هي مالفيرساسيون، كانت بسوء نية او بحسن نية، كان الوزير في باله اللي هو ما يزموش يعمل هكاكا وعمل، ولا هو ما في بالوش وعمل. دونك انا اطلب وطالب يعني بفتح تحقيق في الحكايه هذه. دونك هذا طلب نوجهه لوزاره الماليه ولوزاره الخارجيه وللبنك المركزي والاطراف المعنيه بالحكايه هذه الكل. المبلغ تصب مقابل شنو معناتها؟ ما نعرفش، بوتيتر هيبه، بوتيتر ما نعرفش اعانه، بو امبورت. انا ما نلوش حسب القانون، خاطر انا ما نعرفش، ما يلزمش من دوله اجنبيه لوزاره طول، لازم يتعدى بال اي حاجه تتعدى، يعني لي كونت نتاع الوزارات الكل، واحنا توا قاعدين نناقشوا في ميزانيه الدوله، هما معناها من الخزينه نتاع الدوله، يعني تريزور بيبليك. يبدا فما البودجي، ومن بعد البودجي من غادي سي بو اون كيستيون دو تراسابيليتي، ومعناها هذه حاجه ظاهره. واحنا يمكن قبل ما كناش مستنسين بالحكايات هذوما، مي توا نحبوا نبنيو دوله قانون معناها تقوم على بون. باش نحكي الكلام اللي يعاودوا فيه الناس الكل، مي انا ما نقولش فيه هكاك في الهواء، معناها انا اطالب بصفتي الشخصيه كمواطنه تونسيه بفتح معناها تحقيق رسمي وطارئ وعاجل وكل شيء في الكونت هذايا الاس تي بي. الكونت هذايا الاس تي بي علاش خذا الفلوس هذايا، وشنو هما التحركات اللي قاعدين يصيروا في الكونت هذايا، ونحبوا نلغولفي كونت ونحبوا نفهموا كل شيء. انت ما خذيتش فكره هل تجبدوا منهم شنو التحركات؟ ما خذيتش فكره؟ انا نطالب بفتح تحقيق رسمي. انا الخدمه اللي عملتها والحاجات اللي ريتها معناها تخولي واني نطالب بفتح تحقيق رسمي. معناتها ريت حاجات ما تحبش تقولهم. انا اطالب بفتح تحقيق رسمي في الفلوس هذوما، علاش تصبوا؟ اما سالتك سؤال اخر. معناتها انت شفت، انت عملت لي كيما بعد ما خرجت انا الحكايه وحطيت اسين وفصل الاسم، اسمها المراه، اسمها المراه. انا اطالب بفتح تحقيق رسمي في كل ما بينته وعطيت الواحد، وانا على ذمه القضاء ولا على ذمه الوزارات هذوما كونسيرني الكل، وعلى ذمه وزاره الداخليه وعلى ذمتها في حكايه اخرى تنجبدها زاده في التحقيق هذا، مع اني كصحفيه ما فما حتى قانون يجبرني باش نعطي المصادر نتاعي. ونحب نشكر كل المصادر نتاعي اللي هما كيما قلت ينتمي معناها دي سيكتور تري ديفيرون. مع باش نقول لك انا وصلت ثبت حتى في الصين باش نشوف حكايه الشيك اون دوسي وكل شيء. نشكر المصادر هذوما الكل، ونطالب بفتح تحقيق رسمي. واضح هذايا معناتها
حكايه خطيره زاده ويظهر لي اخطر اخطر شويه برشة من هي اخطر برشا من حكايه لوتيلو لونويو لونويو نتاع الحكايه معناها انا مشكلتي اهدار المال العام مال الشعب وكنت كما قلت لك معناها ما خليوليش وقت باش نهبط خاطر محضره لو دوسي الكل ومحضره انت اوتر لو دوسي جوريديك ونحب نزيد نشكر رجال القانون اللي هما عاونوني ياسر خاطر زاد مشيت سالت رجال القانون جو مي سوي دي بوتيت كو معناها لي فري هذوما اللي معناها عنده فيهم الحق ابخي تو هذوما زاد حاجات نشوفهم وعندي نص قانوني وعندي اشكال اخر وهذا طلب نتوجه به للمجلس التاسيسي يعني القانون واضح باش نقرا لك فيت في شنو كتبت اون دياغونال دونك لا يستحق الوزير وغيره من اطارات الاداره من اطارات الدوله سامحني منح السكن الا في ضروره السفر في الداخل وفي الخارج بالنسبه للسكن الوظيفي يمكن القانون الوزير من منح قدرها 600 دينار في الشهر للسكن وان كانت للوزاره مسكنا يقع الغاء منحه السكن المذكوره من الاجر الشهري معناها هو خرج قال وانا اعلمكم في الشاهد يظهر لي قال وأنا أعلمكم بأن ليس لي مسكن تابع الوزارة ولا تخلص فيه الدولة أي سيدي أنت ما عندكش مسكن ما ماكش مظلوم معناه أنت عندك 600 دينار في الشهرين تاعك تاخو فيها كل هذا سي اون بريم دو لوجمون معناها سي ميخو الكونتر بارتي بي يقع معناها وان كان للوزاره مسكنا يقع الغاء منحه السكن المذكوره من الاجر الشهري في حاله السفر للخارج خاطر فما زاد لادغيس هذيك نتاع اثيوبيا في الريحت في حاله السفر للخارج يمكن الوزير من تغطيه تكاليف الاقامه في النزل دون الاكل ويخصص له منحة يومية للغرض ب 300 دينار انا تنقول لك فاتورات شنو فيهم معناها فيهم حتى خاصين الحوايج مخلصهم الشعب بالرجوع إلى الفاتورة دونك نلاحظ أن الدولة جوستومون تكلفت حتى بغسل الملابس مع العلم أن وزير الخارجية عنده غرفة استراحة وغرفة نوم داخل الوزارة يعني هو قال أنا يحصل وأنني معناها أنا نكمل الخدمة مخر ونبدأ تعب وكل شيء ما نجمش نروح عندك على ذمتك غرفة في وزارة الخارجية ونتصور اللي هي موجودة في الوزارات الكل سيادة ولا مش سيادة أنا نرى حتى في الإدارات تبدأ كنابي لي ولا انتروك باش ترقد فيه معناها كان احنا كل وزير في تونس يتعب يعادي يرقد في الشيراتون اللي ب 500,000 جو بونس كون تيرم دو برودكتيفيتي معناها كيما تقول انت في الكوميرس كاليتي بري معناها سي با برودكتيف ما يكملش يخدم وقت زيد به دونك دونك هذا الكل قلته دونك هو نورمالمون يخلص الفاتورات هذوما سوف كان يتمكن من انه يثبت وانه في وحتى كان اثبت اللي فما ميسيون خليته يبيت في الاوتيل شيراتون وهما معناها زادوا غرقوا رويحهم كي تقول لك خرجت السيده هذه تقول لك انا عندي معاه مشكله عائليه ومشيت حبيت نقابله في الوزاره ما قابلنيش خاطر كمل ماخر ريونيون قال لي امشي للشيراتون تو نخلط عليك اي وهو في تصريح نتاعو قبل يقول لك انا نبيت ساعات غادي على خاطر لاغراض تسيير الوزاره اي هاو انت عندك شكون من العائله قال انا تلاقيت معاه في النزل وانت بت ليلتها في النزل خاطر عندك مشكله عائليه ثبت روحك اسكو تسير شو معناها هذه انا نحب فتح تحقيق معناها يفو كون سارات به الامر